بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، يحيي الشعب الجزائري اليوم الذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة في غرة نوفمبر 1954. وفي هذه المناسبة الوطنية نستعيد تلك الفصول الرائعة من ملاحم الكفاح المسلح الذي خاضه شعبنا ببسالة وشرف، ودفع فيه التضحيات بالدماء والدموع، ما جعل ثورتنا المجيدة ترتقي متفردة في ثورات الشعوب من أجل الحرية والكرامة. وقد خاض شعبنا الأعزل مسلحاً بإيمانه، إيمانه القوي، حرباً قاسية باهظة الثمن ضد الاستعمار الفرنسي الذي راهن على أبدية بقائه في أرض الجزائر الطاهرة. وقد قوبلت هذه العقيدة الاستيطانية بنضال ومقاومة أبناء الجزائر وبناتها لأزيد من قرن، إلى أن قيض الله لها أولئك الأفداد من أبنائنا، من أبنائها الذين انبعثت بفضلهم شعلة نوفمبر وتحولت إلى لهب حول أوهام الطغاة في حرب ضروس إلى رماد. فسمى نوفمبر بالشهداء الأبرار، ورسخت غرته في قلوب وعقول الجزائريين والجزائريات إلى الأبد. إن إحياءنا لهذه الذكرى الخالدة هو في الواقع وقفة جليلة المغزى للحفاظ على الذاكرة حية وقادة لدى الأجيال المتعاقبة المتشبثة بمرجعية نوفمبر، والمقدرة لتضحيات المجاهدين الأوفياء والشهداء البررة الذين ننحني اليوم إجلالاً لأرواحهم الطاهرة ونسترشد بتضحياتهم الجسيمة. ولا عجب أن تطفو في مثل هذه الظروف المميزة مشاعر الاعتزاز بالانتماء النوفمبري لدى شبابنا، وينبتق منها وعي خالص متطلع إلى بناء جزائر جديدة منيعة تتحقق فيها بإرادة الشعب دولة المؤسسات، ويعلو فيها الحق والقانون، وتتبوأ فيها الكفاءات الشابة ومواقع القيادة والمسؤولية لتحقيق الوتبة المبتغات على درب النهضة الشاملة. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، إن الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفادياً لمآلات مجهولة العواقب. وبناء على هذا، كنت أعلن دوما أن الدولة مصغية لتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية
ملتزم، أقول ملتزما بالعمل وفق ما ينص عليه الدستور. وفي مناسبات سابقة أشرت إلى تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم، وبادرت بناء عليه بالدعوة إلى حوار شامل ومفتوح يسمح بمناقشة كل المسائل المتعلقة بإجراء الاستحقاق الانتخابي والوصول إلى حلول توافقية واقعية تفضي إلى تنظيم الاقتراع في جو من الهدوء والسكينة. وقد تابعتم في الأشهر القليلة الماضية وتتابعون المساعي المبذولة والمكاسب غير المسبوقة التي تحققت من أجل أن يجرى الاستحقاق الرئاسي معززاً بالآليات والأدوات القانونية واللوجستية الضامنة لانتخاب رئيس الجمهورية، رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة شعبية حقيقية تمكنه من مواجهة التحديات الوطنية مسلحاً بكامل الشرعية وقيادة الجزائر إلى المرحلة الجديدة المأمولة. إن استحداث السلطة المستقلة للانتخابات وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم، وهي كذلك استجابة لمطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضع قواعد جديدة كفيلة بضمان شفافية الانتخابات. كما تلاحظون فإن السلطة الجديدة تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية من خلال ممارسة كل المهام التي كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية، وهذا تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، إن هذه المكتسبات التاريخية تبرهن بصدق على أن مسار التغيير المنشود قد أخذ منحاه، وأن عملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدماً ملحوظاً، إذ شهدت بلادنا عملية تغيير غير مسبوقة لمكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تطلع بها العدالة وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها، واضعة بذلك حداً لظاهرة الإفلات من العقاب. إن هذه التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمشاورات المستمرة بين مؤسسات الدولة، وكذا مرافقة جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني
وتصميمه الدائم على صون الدستور وضمان صيرورة الدولة وحماية مؤسساتها من الأخطار المحدقة بها. وهنا أود أن أجدد التحية والتقدير لقيادته المتبصرة التي أدركت بعد رسالة شعبنا الأبي وسعت بخطى ثابتة نحو تحقيق آماله المشروعة في إحداث التغيير التدريجي المأمول. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، أهيب بكم وأنتم تدركون جيداً أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا، أن تتجندوا لإنجاح الانتخابات المصيرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وكل يقين بأنكم لن تتركوا أي فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها، علماً بأن الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات، كما أن شعبنا مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر، وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن. وأود في هذا الصدد أن أؤكد أنه وإن كان ضرورياً احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية، فإنه لا يحق لأي كان التضرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع. ومهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظام العام والقوانين ومؤسسات الدولة والسهر على أمن واستقرار البلاد. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، إن الجزائر التي ضحى من أجلها أبناؤها وبناتها وشيدتها سواعد مخلصة وإرادات وطنية صادقة تستعد هذه الأيام لهذا الموعد الحاسم بدلائل قوية تزيد كل يوم من قناعتها بأن الشعب الجزائري بفضل الانخراط الواسع في المسار الانتخابي يسير بثقة نحو تأسيس عهد جديد. وإني أهيب مرة أخرى بالشعب الجزائري ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة أن يجعل من الاستحقاق القادم عرساً وطنياً يقطع الطريق على كل من يضمر حقداً لأبنائي وأحفادي شهداء نوفمبر الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة. في مثل هذه الظروف سيداتي سادتي،
تستوجب مصلحة الوطن توحيد جهود كافة الخيرين من أبنائه واستنهاض هممهم ليكونوا في موعد مع التاريخ مثل ما كان أسلافهم في كل المحطات والمواعيد الوطنية الكبرى. فحينما يتعلق الأمر بالجزائر يتسابق أبناؤها وبناتها لحملها على الأكتاف نابضة بتاريخها المجيد ومباهية بشعبها الأصيل وشبابها الغيور على تماسكها ووحدتها. إن الفاتحة من نوفمبر 1954 سيظل على الدوام معيناً لا ينضب للعبر والدروس ومرشداً لا يزول ولا يحول لعهد الوفاء لشهدائنا الأبرار. فهنيئاً لشعبنا الكريم الاحتفال بهذه الذكرى بكل ما تحمله من معاني الشموخ والمجد، والتي نجدد فيها العزم على الالتزام والوفاء لرسالة نوفمبر التي ضحى من أجلها الشهداء والمجاهدون. عاشت الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد